الدورة العاشرة لمنتدى مراكش للأمن، وهو أول وأكبر منتدى اشتغل على قضايا الأمن بالقارة الإفريقية. فنحن منذ سنة 2007 نشتغل على هذه القضايا بشكل دؤوب، واشتغلنا عليها في السابق. أكيد بأن هذه الدورة تؤكد أولا نضج هذا المنتدى، ومن خلال المشاركين الذين قدموا من مختلف القارات، وكذلك بالمنظمات الدولية، والذين يبلغ عددهم بين الدول والمنظمات الدولية 64 دولة ومنظمة دولية وإقليمية. أكيد بأن هذه الدورة ما يميزها هي استمرارها في الاشتغال على التهديدات الأمنية التقليدية التي تعرفها القارة الإفريقية، والتهديدات التي تعرفها بعض المناطق والبؤر، خاصة منطقة الساحل والصحراء ومنطقة إفريقيا الوسطى والقرن الإفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى. ولكن كذلك ما يميز هذه الدورة هي أن جزء أساسي منها، وهذا قد شغلنا عليه في السابق، ولكن الآن هو حاضر بقوة ومرتبط بالتهديدات المرتبطة بالجانب السيبرنيتيكي. ونحن نعلم بأنه العديد من الهشاشات تعرفها القارة الإفريقية في هذا المجال، وأن التحديات الأكبر بالنسبة للأمن كذلك الإفريقي تأتي من هذا المجال. لذلك إذا كان هناك رغبة في بناء هذا الصرح الأمني الإفريقي المستقبلي، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب السيبرنيتيكي الذي به العديد من الفاعلين والمتدخلين، وبه كذلك طبيعة وأنواع تهديدات مختلفة. المؤتمر هو حول التهديد السبراني. حقيقة اليوم أصبح الحرب السبرانية هو المجال الخامس في الحروب، بعد الحروب البرية والبحرية والجوية والفضائية، أصبح التهديد والحرب السبراني حرب قائمة حقيقية على الأرض. كلمتي تمحورت كيف بدأت هذه الحرب ولماذا، وبشكل مختصر أستطيع أن أقول أن هذه الحروب بدأت بعد أحداث نيويورك 2001 وإعلان أمريكا الحرب الشاملة على الإرهاب. هذه الأيديولوجية الجديدة التي سمحت باستخدام كل ما هو ممكن في هذه الحرب، فأصبح الإرهاب قرينا للحرب السبرانية. المنتدى مميز حقيقة. سنويا أنا أحاول أن أحضر لما به من تميز في مناقشة القضايا الأمنية على المستوى الإقليمي والعالمي والمحلي أيضا. ففي لربما هي من المنتديات المتميزة المنفردة بتميزها في العالم العربي اليوم، غير متوفر هذا الشكل من المنتديات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.